بص بقى استاذ، ازيك؟ ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ يا استاذ الحمد لله. ايه اللي جابك؟ شفت البوست بقى فحبيت اشارك. طب كويس، يلا. انا جرح قديم كان متغطي لحد ما تميت الست سنين. انا كنت بحب البني ادمين وكرهت الناس من بعديها علشان نسوني انا اصلا مين. مش فاكر امتى حقيقي بدأت، لكن في فترة فاكرها طشاش. كان فنجان قهوتي ما بيفضاش وبكلم ربنا طول الوقت. عمري ما صدقت بنات غير ريم، جايز دلوقتي ما صدقهاش. ريم أيامها كانت قدي، إنما دلوقتي أكيد أصغر. عارفة إن أنا يوميا بكبر من تقل الشيلة ومن التفكير. لازم هنشوف بعض قريب. أنا ماشي. قطعت قلبي يا صقر، كفايه. الله يا صقر، الله، برافو يا صقر. ربنا يخلي حضرتك. حلو قوي بقى استاذ صقر اللي انت عملته ده، هتعمله هو بالظبط. الاستاذ حماده هيجيب لك طبق كشري، هتاكل الكشري وانت بتمثل، بشرط ان انت ما تخلصش طبق الكشري الا مع المشهد. مش كمان لازم يبقى في توازن ما بين نهايه المشهد وطبق الكشري. يعني ربنا يسهل حضرتك. العقد يا حماده. الاستاذ معجبين بيك. العقد يا حماده. تمام خلاص، ننزل الاول نخلص الموضوع. حماده مرتين مش مره واحده. 36000 جنيه. مع المشهد يا صقر. مع المشهد. ايوه التوافق العضلي العصبي ما ننساش. ايوه بسرعه، خلي بسرعه يا استاذ صقر. اهم حاجه برضو انت بتاكل وشك شباب فوق عشان يبقى باين. حاضر. اهم حاجه تسمي الاول. سمي يا صقر، سمي. يلا هنقول بقى ايه، 1 2 3 يعني زي اكشن. قول المشهد وانت بتاكل. يلا ماشي. انا بفضل دايما للاخر في جماعه الكونكان والشايب والكشف الحاضر والغايب. بتمثل وبتاكل، مش بتمثل وبعدين ساعات بتاكل. هو مش اكسسوار، هو بجد. يلا ابدا. انا بفضل دايما في الاخر في جماعه الكونكان والشاي. برافو. الكشف الحاضر والغايب. شوف لي كده الطبق ده ناقص قد ايه. معلش كم؟ مبشر بالخير. انا مرتاح. مصرف بطين. بصي بيسف في المكرونه فعمره ما هيسف في المشهد. بالظبط. الكشف الحاضر وأخوها. اديله طبق تاني. طبق تاني. لا لسه ما خلصش ده. طيب اما نخلص نبقى ناكل عشان ما يخلص. 1 2 يلا. بفضل دايما للاخر. تجيب لك شويه شطه. ده هو حامي قوي والله. طب ابلع لو سمحت. خد نفسك. خد لك بق ميه. الشطه بس نقلل شطه ولا هو الطبق جاهز للاسف؟ هو بيسخنك على المشهد. الشطه دي بتسخنك. ثانيه واحده بس. استنى بس، استنى استنى. يلا حاضر حاضر. 3 2 1 اكشن. انا بفضل دايما بالاخر في جماعه الكونكان والشاي وفي كشف الحاضر والغايب وفي حفظ سوق مصر وترسيم. أنا آخر شاي في أصحابي وآخرهم في الصرف التسعين وفي دور المدرسة في التسعين وقت السين. ده ماشي كويس والله. قوي. هو ده عربي اللي أنت بتقوله ولا ده مكروني؟ الأداء مكروني شوية ولا رزي؟ لا يا مسهل والله. الشطه بقى ممكن ميه بس عشان ده ده كشري. مين ما بيحبش الكشري يا عم؟ هنبدا بقى من الاول. وركز وخلي كلامك مسموع عشان خاطري. حاضر. نفسي ناخد لك تيك على بعضه. بحاول تيك على بعضه سليم. حب الطبق. حبه. أيوة. حب. وبعدين خلي بالك بعد اختبار الكشري مع الاداء في الكوبرا ده بقى. بص ده بقى مرحله الوحش. اتمنى ثلاث جواب سم رجلتني الدنيا في 60 قمر وانا صب السهم 8 لو جيم لحد ما سميت 6 سنين.
كنت بحب بلد مين. فين الحوار؟ يلا 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 عارف ان انا بكبر ابلع عشان مخارج الفاظ ابلع يلا من طوق السيره من التفكير برافو معلش يا اسف برضه من السيره وبشوف في وقتك وفي وقتك برافو نكمل امتى يا اسطى معلقه من عندك ومعلقه من عندي ده الاختبار التاني صح ها يلا ساق يلا ساق يلا بيض وش يا ساق يلا ساق مش عارف ارجع مش عارف ارجع بس تكسر من كده انا مش سامعه منك حبيب. ولا كلمه ومش فاهمه ليه مخارج الفاظ ابلع يا بابا ابلع يا بابا لا ابلع يا بابا ده اكل يلا سق 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 مثل كمل ها سق سق يلا ابلع طيب حتى عشان تعرف تمثل ها سق